اسمي سيدي حنا ابراهيم جيجر ناحية ديريك من المكون السريان. هالقرار هو قرار تعسفي اتخذته الدولة التركية بحق المناضلة ليلى جوفن. هي المرأة اللي كانت تدافع عن حقوق المرأة اولا، عن حقوق الانسان ثانيا، وهي مرأة مناضلة ضد الارهاب التركي اللي عم يستهدف كل نساء العالم تقريبا، او كل المكونات، ان كان من كرد، ان كان من عرب، ان كان من سريان، عم يستهدف هو اكثر شيء المكون يعني المرأة، عم يستهدف المرأة في روج افا، ان كان في كردستان، في باشور، يعني هو ضد إرادة المرأة القوية. أكيد المرأة هون عم تطالب حريتها، عم تطالب حقوقها، عم تطالب بإرادتها تكون إرادة قوية، مشان هيك عم يستهدف المرأة، لأن عم تدافع عن حقوقها وعم تدافع عن حريتها كامرأة. لا، هي الدولة التركية مو بس الكرد عم تهاجم، عم تهاجم كل المكونات، إن كان من عرب، إن كان من نساء سريانيات، من نساء أشوريات، من نساء أكراد. فالدولة التركية ما عندها تمييز لا امرأة كردية لا امرأة سريانية، بالعكس. والدليل على ذلك عندما استهدفوا القرى الأشورية تبع تلتمر، وإنه اعتدوا على النساء تبعهم، أخذوهم سبايا كمان. يعني هذول كانوا نساء، كانوا نساء مثلا كبار في السن كمان، حتى كبار في السن ما تركون، أخذون واعتدوا عليهم كمان. فتركيا ما عندها أي دافع إنه بس للأكراد، بالعكس لكل المكونات، إنه ما عندها، هي ما بتحب المرأة تاخذ حقوقها أو تاخذ حريتها عندنا في هالمناطق. لا، أنا يعني نداء إنه أطلب من كل حقوق الإنسان من الأمم المتحدة، من المنظمات في كل العالم، إنه يوقفوا على الإرهاب التركي، يوقفوا جبروت أردوغان اللي ما عم يفرق لا بين مسيحي أو كردي أو عربي، ما عم يفرق لا بين رجل أو امرأة أو أي شيء، بالعكس هجماته على مناطقنا، على روش آفا، على باشور، على شنغال، على عين عيسى هلا حاليا، واعتقاله لأكبر مناضلة في التاريخ الكردي كمان، وهي كمان مو بس كردية، نحن كمان كتير بالعكس نشجعها إنه عم توقف ضد الظلم، ضد في وجه أردوغان. نحن كنساء مسيحيات أو نساء سريان، أو نحن مع ليلى جوفن، نحن ضد اعتقال ليلى جوفن، وضد أي هجمات يكونوا ضد نساء منطقة روج آفا.